أنا مش عارف أشكرك إزاي يا سعاد، والله العظيم بجد تعبتك معايا، بس أنا مش فاكر إن أنا طلبت منك إنك تروحي لها. يعني ما أنا عارفك يا عبد الغني، نفسك عزيزة عليك زيي، يعني ما كنتش هتروح لها من نفسك. طب وهي اديتهم لك كده عادي، يعني مثلا من غير ما تسأل أو تتقص تطمن؟ لا سألت، بس نفسها لسه شايلة، وللأمانة يعني بتقول لك لو عايز تشوف البنت في أي وقت تعالى، الباب مفتوح. والله الحقيقة إن هي قالت لي الموضوع ده بدل مرة اتنين وتلاتة، بس أنا شكلي كده خلاص، يعني كده خسرتها للأبد. ولا أنت إيه رأيك يا سعاد؟ محدش أقوى من نصيب يا عبد الغني. تدعي بالله. لا إله إلا الله. والله بقعد أخد يعني كده أودي مع نفسي، وقعد أقول لي واد عبد الغني لو أنت رحت لها واستسمحتها ورضيتها يعني جايز ترضى انها ترجع لي يعني، ولا انت ايه رايك يا سعاد؟ لا ربنا يعمل اللي فيه الخير، المهم انت ريح كده وكلك لقمتين تلاقيك على لحم بطك يا حبة عين. كمان والله ما عارف ودي جمالك فين يا سعاد، والله العظيم ولا جمال ولا حاجة. اه امسك، خلي دول معاك كمان عشان لو عوزت حاجة وانا مش موجودة، وادي ده السكر. ايوه بس كده كتير يا سعاد. ولا كتير ولا حاجة يا عبد الغني، عادي يعني، زي ما الدنيا جاية عليك على فكرة جاية عليا أنا وأكتر كمان، بس أنا جتتي نحست عقبالك كده. ما تقوليش كده، أنت بنت حلال. طب بسم الله. آه يلا. يعني بس كده كتير بجد يعني، والله يعني يا سيدي اعتبره دي حلوة كده يا سيدي، بس بقى يلا كله.